كان عندنا برامج مقالب، يا سلام، على ابراهيم نصر. ابراهيم نصر ابراهيم نصر طبعا. كان بيتضرب وكان بيحصل له بلاوي، ايوه انما عمره ما هان ضيف، عمره، هو كان ولا حتى الناس البسيطة هنها. اطلاقا. ايوه واسماعيل يسري، اسماعيل يسري لما عمل الجمارك بين الشوارع، حلقات كانت دمها خفيف جدا، كنت نضحك بجد. ايوه ابراهيم نصر انا بطلع من على اليوتيوب ايوه والله دلوقتي حاليا وبستمتع وبضحك، وعمره ما اذى حد. عمره. انما علشان اجيب ضيف واقعد اشتمه ايوه في الحوار بالصوت، فقرة يعني كاملة كده ايه اصلا. ليه؟ يعني ليه؟